وهذا الأداء الجميل، يا سلام، تواصلت الانطلاقات، تواصلت التحديات، تواصل مسار هذا الشوط الذي يحمل أيضا ثاني انطلاقاتنا في هذه اللحظة وفي هذا المسار، الشوط الثاني المدشن لهذا الصباح الجميل والمعلن أيضا هذه الانطلاقة وهذه التحديات. يا سلام يا سلام، شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل بعد أن أنهت الشاهينية شوط المحليات بانتصار خط النهاية المثير. هنا ننطلق مع ثاني الأشواط ونعلن أيضا هذه البداية الأولى، وكما ذكرنا 4 كيلومترات يا أخواني هي تجارب الأولى في انطلاق هذا التحدي وانطلاق هذا المسار. نبدأ إذا بمقدمة الشوط، مقدمة الشوط من تعرف على المهاجرين والمنطلقين والمؤدين لهذا التحدي وهذا المسار. نبدأ من البداية، هو الشاهينية، الشاهينية التي تعلن هذه البداية، أم هنا الطويلة في المركز الأول لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري معلن هذا الانطلاق الأول في هذا الصباح. المركز الثاني الشاهينية في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع المعلن أيضا اندفاع هذه الشاهينية، بينما المركز الثالث لغزيل في المركز الثالث لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. سلام يا سلام. والمركز المركز الرابع نعود مع وبره لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير بقيادتها، وهناك على المركز أيضا الخامس تأتي السايحة أيضا لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الذي معلن هذه البداية. ما شاء الله الأسماء التراثية القديمة التي تحمل أيضا جيلا من أجيال هذه الرياضة تتواصل في بداية التحديات. المركز السادس هناك علاج على المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن العرطي أنها في البداية، وهجن العاصفة كما قدمت أيضا غيرها جاءت بوبرة في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. يا سلام، الصدارة تحمل وبرة وتحمل أيضا هذا الاندفاع والمؤكد هناك في المركز الثاني الدانة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن ضعيف بن غدير الاشتبي هذه الانطلاقات وهذه التحديات وهذا المسار. ثنائية هنا تقود هذه اللحظة. الله الله الله، الدانة ولا وبرة؟ وبرة ولا الدانة؟ خط النهاية ينتظر، وأتوقع أنها وبرة. وبرة سجلت هذا الإنجاز، تهانينا وناموس لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز وبرة بالمركز الأول. المركز الثاني الدانة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الشاهينية، بالمركز الثالث سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع الشاهينية سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس أيضا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، هذه الانطلاقات الخمسة الأولى في هذا الصباح، والتوقيت التوقيت الذي يحمل هذه البداية وهذه الانطلاقات وهذا المسار 6 دقائق 8 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير أيضا الدانة في المركز الثاني 6 دقائق 8 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لسمو